أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الصحة. في البداية أحب أرحب بزميلتي عبير الإعلامية الكبيرة معانا. أهلا وسهلا بك يا عبير، منورانا وهتشرفينا معانا في البرنامج إن شاء الله. ميرسي يا تامر، أهلا بك يا تامر، وأهلا بكل السادة المشاهدين. والنهاردة بنرحب بضيفنا المستشار جورج كرم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. اهلا وسهلا بيك يا استاذ جورج. اهلا بيك يا فندم، نورتنا. حلقتنا النهارده عن ايه يا تامر؟ والله حلقتنا النهارده حلقه مهمه جدا، بتصير كل بيت تقريبا، كل اسره مصريه فيها حاله من حالات الطلاق، لان بنتكلم النهارده عن الخلافات الزوجيه وحقوق المراه المطلقه. هي الحقيقه فعلا في الفتره الاخيره احنا ملاحظين في المجتمع ان نسبه معدلات الطلاق ارتفعت جدا. تمام. وصلت حسب اخر احصائيه تقريبا كانت للعام الماضي وصلت 14.7%، يعني حوالي 15%. ما علشان كده انا بقول لحضرتك ان فعلاً هو ما فيش اسره او ما فيش بيت او ما فيش عيله بتهيألي ما فيهاش حالات طلاق. هو ده طبعا صعب جدا، وعشان كده احنا برضو عايزين نستفيد بوجود الاستاذ جورج معانا ونسال حضرتك. يا ترى يا استاذ جورج، ايه السبب؟ يعني اكيد حضرتك بيجي لك موكلين كتير طالبين يرفعوا قضايا للطلاق ويعني مثل هذه القضايا، حضرتك ايه اكتر اسباب اللي بتؤدي ان الناس توصل لمرحله ان هي تلجا للقضاء عشان تتطلق؟ اولا برحب بيكم، ان شاء الله تكون حلقه مفيده للمشاهدين. اهلا بيك. من واقع خبرتي او من واقع المجتمع اللي احنا عايشينه، الخلافات الزوجية بتبدأ يعني هي كذا حالة، يعني احنا مش حالة واحدة، بتختلف من الطبقات معينة. لو اتكلمنا عن الخلافات الزوجية بشكل عام، هنلاقي ان في بعض الأحيان الحالة المادية والحالة الاقتصادية بتأثر على الزوج والزوجة. بنلاقي الماديات طبعا بتأثر في العلاقة الزوجية. بنلاقي ايوه استاذنا، بس الماديات لوحدها مش سبب أساسي في ان الزوج والزوجه يبقوا على خلافات او طلاق. بدليل ان الاسر الغنيه والعائلات المقتدره فيها برضه حالات طلاق، فمش معنى كده ان الفلوس او المستوى الاقتصادي هو اللي بيأثر على الطلاق. في البدايه قلت لحضرتك ده جزء من عام، بمعنى في حالات معينه الزوج بيلجأ للادمان مثلا او بيبقى مدمن. في حالات معينة بيبقى فيه خلافات أسرية، مش لازم تكون مادية، لكن ممكن تكون الحما أو الأب أو كذا، تدخلات من الآباء أو من الأمهات بتخلق فجوة ما بين الزوج والزوجة لو ما تواصلوش مع بعض. دايما كنا بنتكلم لما يكون في خلاف بين زوج وزوجة نقعد مع بعض، ما نوصلش الخلاف إلى اختلاف، دايما نكلمه مع بعض، شوف المشكلة ايه، ما حدش يعلي صوته، ما حدش يوصل لمد الايد، ما حدش يوصل لكذا كذا كذا. عايز اقول لك انا بيجي لي نسبة كبيرة جدا من الزوجات. تمام. متعرضين لتعدي مادي بشكل رهيب، اعتداءات وحشية من الازواج. واحنا طبعا هنتكلم برضو بصراحة عن العنف ضد المرأة. طبعا احنا ما نقدرش ننكر ان الرجل اقوى ماديا وبدنيا، وللاسف في زوجات كتير بتتعرض للعنف. ده حقيقي. بس انا كنت يعني عايزه اسال قبل النقطه دي، كنت عايزه اعرف من حضرتك، هل اغلبيه الحالات اللي بتيجي تلجا للقضاء لطلب الانفصال بيكون قبلها عملوا محاولات وديه، دخول بعض العقلاء بينهم، عملوا محاولات الاول للاصلاح، ولا بيبقى طريقه قضاء ده اصبح للناس طريق سهل؟ انا النهارده مش مرتاحه مع زوجي او انا مش مرتاح مع زوجتي، الجا على طول للقضاء، وكل واحد بقى عايز ياخد حقوق اكتر من حقوقه، عايز يتخلى عن واجباته. فراي حضرتك ايه؟ ولا حضرتك بتشوف ايه من خلال القضايا اللي بتتعرض عليك؟ لا سيدي، حالات يعني في حالات الاهل بيقعدوا الاول، في حالات بيرجعوا لحد كبير في العيله، في حالات في الصعيد او في الارياف بيرجعوا لكبير العيله. يعني الاسره المصريه الان هي الاسره المصريه اللي كانت موجوده زمان اللي كان الطلاق فيها صعب؟ لا وكان لا لا لا. لازم نحاول ونجرب كل السبل الممكنة الأول قبل ما نلجأ أو قبل ما نوصل لنقطة الطلاق. أعتقد أن الموضوع اختلف جدا، وبقى الطريق للطلاق أسهل من الجلوس على طاولة المفاوضات زي ما كنا بنقول. يعني دلوقتي هديني أنا اتطلق، نروح للمحامي. أعتقد زمان كان في بعض الناس عندهم مرجعية الأب والأم أو كبير العيلة. تمام. دي تراجعت شوية بنسبة كبيرة جدا، وبقى اللجوء للمحاكم اسهل طريق
طيب هو للانفصال. ماشي، ما هو ده بيخلي ان هو المجتمع نفسه بقى يقبل حاله الطلاق، يعني ما هو دي حاله المطلقات. زمان زمان كان عيب ان واحده تطلق، دي مطلقه. زمان كان يقول لك ايه ده، هتاخد لقب مطلقه، دي هتاخد لقب كده. بس برضه يعني زمان برضه معلش يعني حضرتك كان بيبقى فيه من الاهل ومن الاسره ومن المجتمع اجبار على الرجل ان هو يقوم بواجباته. دلوقتي مثلا ساعات الزوجه اجبار على الست برضه، يعني المراه برضه نفس الكلام، وبيرجع للكبير بنقعد ونحط حقوق وواجبات. لكن دلوقتي مع التطور والتكنولوجيا والكلام ده طبعا ادى لتباعد او تفاوت كبير جدا في في تفكك اسري، تفكك اسري كبير جدا. وتباعد طبعا في الفكر، غير ابهاتنا غير اجدادنا غير غير غير. فبقى الطريق السهل ان احنا خلاص الانفصال ده اسهل حاجه. طب حضرتك شايف ان ايهما اكثر طلبا للطلاق؟ المراه اللي هي بيسموها الاندبندنت وومن، المعتمده على نفسها، اللي مش محتاجه حد يصرف عليها، ولا بالعكس الست اللي ممكن نقول عليها انها ضعيفه شويه محتاجه ماديا؟ يعني ايهما حضرتك بتشوف ان هي اكثر طلبا للطلاق؟ من واقع خبرتي، من واقع الموكلين اللي بيجوا لي مكتبي. ايوه مش من يعني اللي بيحصل ايه، جات لي سيده من فتره عايزه تطلق جوزها وتقول لي انا لولا الحوجه، لولا انا معيش فلوس كنت طلقت بكره. نرجع بقى لايه، للمراه النهارده هنا، هل لو المراه امتلكت كل ادواتها عشان تاخد قرار هتاخد القرار ده، ولا لو امتلكت كل ادواتها ماديا ومعنويا و و و هتحافظ على بيتها؟ هل ده بيرجع للمعيشه او لظروف المعيشه او لظروف التربيه؟ فانت بالحقيقه ده تساؤل. تمام، لكن الوضع اللي بيجي لي يعني كتير، يعني هي لو قدرت تصرف على نفسها وتعيش لوحدها هتاخد القرار. عايز اقول لك نسبه كبيره جدا، لا انا مش شايفه انها مشكله يا استاذ تامر، بالعكس احنا عايزين اللي يستمر في العلاقه الزوجيه يكون عن رضا وعن اقتناع وعن رغبه في ان الاسره دي تستمر. احنا بنوصل للجزئيه دي، ما يكونش نتيجه لظروف خارجيه وضغط خارجي. ده يعني اكيد النهارده لو العلاقه سويه والعلاقه ماشيه تمام واحنا اختلفنا، الاختلاف ده وقعدنا اتكلمنا وتفاوضنا مع بعض ولقينا ان احنا مش هنقدر نكمل علاقتنا مع بعض، والست دي مش قادره ماديا على الانفاق. خلي بالك الست مش بتفكر في نفسها بس، ممكن الست تكون حاضن لاولاد وهتمشي المستقبل غير معلوم. فالنهارده ايه المشكله لو احنا قعدنا على ترابيزه المفاوضات تمام وحاولنا نبني البيت ما تبناش؟ خلي بالك اصل في خيانات زوجيه برضو، يعني النهارده تلاقي زوج لا دي هرجع لك فيها. قعدنا على ترابيزه المفاوضات وقلنا احنا هنحل، الزوج بقى بيلتزم بايه هنا بقى؟ ده لو احنا ما حلناش. احنا كل دوت بنتكلم في حديثنا عن الزوجه او الست اللي معاها فلوس فهتطلق. طب الست اللي معهاش فلوس اللي هتقعد جبرا مع واحد هي مش عايزه تعيش معاه، خلي بالك ايه المشكله ان الزوج يلتزم بسداد نفقته، نفقه الزوجيه ونفقه الاطفال تمام، ويبقى هو طلعنا بالشياكه بدون ما نلجا للمحاكم، بدون ما نسب بعض على السوشيال ميديا، بدون ما نعرض وردنا الخطر. ماشي الانفصال ماشي. حضرتك عاملين تقول الزوجه. طب هو الزوج ده مش ساعات هو اللي بيتضرر؟ ده حقيقي. الزوجه دي مش ساعات هي اللي بتبوظ عليه حياته؟ ده حقيقي. بنسمع في فين حقوق الزوج بقى؟ ما هو انا بقى حقوق الزوج لما القانون برضو التفت الحته ديت، لان احنا النهارده احنا ما قلناش حقوق الزوجه، بس انا اقول لك حقوق الزوج دلوقتي. النهارده الزوج عنده اولاد عفوا عنده اولاد، فالنهارده الزوج من حقه يشوف اولاده لو احنا انفصلنا. فالنهارده من حقي اشوف اولادي كويس، حلو، من حقي ان انا لو احنا انفصلنا اعيش بصوره سليمه، اعيش مع المجتمع، مش كل يوم الزوج قضايا 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 قضايا. هي دي بقى حمايه القانون للاب، لان النهارده برضه هو في فكر خاطئ، النهارده الزوجه اللي عايزه تنتقم من زوجها وعايزه تحبسه وعايزه تقتله، ده غير انه ابو اولادها. طب انت النهارده لما تحبسيه يصرف ازاي على الاولاد؟ صحيح، خدت بالك؟ طب النهارده لو انت عندك بنات او اولاد وحد بيتقدم لهم
هتقول لهم ايه؟ اصل محبوس لسه طالع من السجن، ومفيش شك ان عليه قضيه نفقه. خدت بال حضرتك؟ مفيش شك ان في حقوق للزوجه وحقوق للزوج برضو. أيوة. احنا مش يعني ما بنقولش ان الزوجات بس هم اللي ليهم حق، بس خلينا نعترف ان احنا في مجتمع شرقي، وان المراه يعني للاسف لظروف كتير اصبحت اضعف من الرجل، اضعف منه ماديا. كان زمان حضرتك حتى أيوة. نظره المجتمع لسه ما بقتش زي قبل، يعني ما بقتش. هقول لك ليه كان زمان. انت دلوقتي لو رحتي اي شركه عقارات وشفتي اي حد شغال في السيلز، هتلاقي راجل واحد قصاده 10 بنات. خدت بال حضرتك؟ لو دخلتي مؤسسات الدوله، لو رحتي بنزينه، لو كنت بتلاقي الواد الجرم ده دلوقتي هتلاقي بنوته زي قمر. انا برضه ده مش مقياس. نزلوا للسوق العمل واشتغلوا بقى يصرفوا على نفسهم. تمام، الموضوع انتهى. طب ما ده بيديهم برضه القدره على ان هو خلاص انا المساواه ما بين الرجل والمراه بقت واحد، فبالتالي انت هتقول كلمه انا هقول كلمه، انت هتصرف جنيه انا هصرف جنيه. نفس المساواه دي تبقى ده اساس المشكله على فكره. يعني اساس المشكله ان احنا وصلنا لمرحله المساواه بالظبط. انت هتصرف جنيه انا هصرف جنيه، انت هتغسل يوم انا هغسل يوم، ما مش كده. لا بس يعني في فرق بين المشاركه وبين انها تبقى بالصوره دي. يعني يا تامر، يعني المشاركه يعني لو نفترض انا كزوج امكانياتي الماديه مش كافيه ان انا اسدد احتياجات الاسره بالقدر الكافي، والزوجه بتساعد بدخلها وبانها بتعمل، هل الزوج هنا معلوش اي دور انه يساندها او يقف جنبها؟ حتى يعني انا شايفه انه مش عيب ابدا ان الراجل يساعد زوجته حتى في الاعمال المنزليه. الهدف دلوقتي دي شركه، والهدف ان الاثنين يوصلوا بالاولاد وبالبيت ده لبر الامان. يعني لكن احنا مش هناخدها بطريقه انا راجل انا ما اعملش، انا ست لا ما اعمل. يعني زي ما احنا مثلا انا برضو في المجتمع بلاقي ان الست اللي بتعمل ومش عايزه تساعد باي شكل في مصاريف الاسره، مش عايزه تقوم باي، يعني انا برضو بشوفها كست انها شيء مش سليم، يعني مش صحيح. فمعلش حضرتك انا برضو شايفه حته ان احنا نقول المساواه، لا المساواه دي شيء ايجابي مش سلبي. ما هي اساس العلاقه الزوجيه هي علاقه شراكه. احنا اتنين شركة داخلين بنكون بيت. لو احنا حسبناها احنا عندنا التزامات وحقوق، بس لو احنا حسبناها انت هتعمل لي كل حاجه في الدنيا وانا هخدمك في البيت مثلا والعكس، ده هيبقى مفيش كدا. لكن احنا لو خدناها بمنطقه الحب دي، يعني عايز اقول لك يا ريت كل الناس الازواج يحبوا بعضهم زي ما بيحبوا اولادهم. يعني انا النهارده احب ابني جدا، ده طبيعه، عايز اديله عينيا، عايز اديله عينيا. انا احب برضو الراجل اللي انا جبته منه الاولاد دي وعايز اديله عينيا. ونفس الشيء على الاب، هو النهارده بيبقى عايز يجيب كل حاجه لبنته ولابنه. طب الست اللي جوه اللي خدمتك، اللي قعدت على خدمتك، اللي خلفت لك الاولاد دي، اللي بتشقى وتتعب عشانك عشان ترجع عفوا تلاقي لقمه تاكلها عشان 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 دي، النهارده لو في حاجه، انا من وجهه نظري لو في حاجه في البيت مساعدها ايه المشكله؟ يعني هي ما فيهاش غضاضه ولا فيش حاجه. النهارده بنقول مشكله ان هو يساعدها في البيت، بس ما يبقاش فرض، ما يبقاش التزام، ما يبقاش اللي هو يعني هتساعدني هتساعدني هعمل، مش هتساعدني طب انا هقعد في البيت واصرف علينا. اللي هو الند بالند. والله اكيد عمليه التحدي دي بتيجي برضو زي ما قال الاستاذ جورج في وجهه نظري، ان ما فيش من الاصل الحب او الخلفيه الكويسه قبل الجواز. يعني لازم برضو الزوج او الزوجه قبل ما يقبلوا على الجواز يكونوا فاهمين واجباتهم وحقوقهم، وفاهمين ان كل طرف عليه انه يحتوي الطرف الاخر. ده هيقلل نبره التحدي اللي هتبقى موجوده بينهم بالشكل ده. العمليه يعني مش هنقارن بقى ببعض، وانت عملت وانت ما عملتيش والكلام ده، قد ما احنا هيبقى هدفنا في الاول وفي الاخر ان احنا نعيش اسره مستقره. يعني طيب، ما احنا برضو بنتكلم النهارده في حقوق المراه المطلقه بالنسبه للقانون ولا بالنسبه للمجتمع؟ احنا هنتكلم الاول، يعني هنتكلم في حقوق المراه المطلقه في القانون بالنسبه للقانون. تمام، وهقول لحضرتك حقوقها في القانون وهقول لك المجتمع. النهارده الست اللي اتطلقت ديت بيبقى ليها نفقه عده تقدر بثلاث شهور من النفقه العاديه. يعني لو فرضنا لو هي على ذمته وبتاخد نفقه 3000، فهي لما تتطلق بتاخد نفقه العده دي. ال 3000 دول بتضربه في ثلاث اشهر، يعني دي بتبقى نفقه العده بتاعتها. وبتاخد نفقه متعه، دي نفقه 24 شهر، بنجيب الثلاثه اللي في الاول اللي احنا قلنا عليهم النفقه العاديه ونضربها في ال 24 شهر، بتبقى دي نفقه المتعه. وبتاخد مؤخر صدقه 24 شهر 24 شهر حد ادنى في ال 3000 حد ادنى
تمام؟ أي كانت الفترة اللي هم هيتطلقوا بعدها، سواء اتطلقوا بعد سنة، بعد يوم، بعد 10 سنين، مش فارقة. أيوان احنا قلنا حد أدنى. بس بيصور تساؤل بقى هنا، النهاردة أنا لما اتطلق هاخد منزل الزوجية ولا لأ؟ لأ، من حقك أنت كزوجة، كمطلقة، من حق الزوجة كمطلقة هنفرق ما بين هي حاضن أو مش حاضن. لو المطلقة دي حاضن يبقى من حقها تتمكن من منزل الزوجية. بيصور تساؤل هنا، لو أنا زوجة ولسه ما اتطلقتش، من حق اتمكن من منزل الزوجية لوحدي؟ لا، ما دام انا زوجة وما اتطلقتش بتمكن انا وزوجي. خدت بال حضرتك؟ بيتمكنوا من الشقة. تمام؟ لكن لو حصل انفصال عن طريق الطلاق، ايوه، بتمكن انا بس طالما انا حاضن. طيب عفوا. حتى في الخلع؟ الخلع زي الطلاق، احنا بنتكلم في الحقوق. بص، الخلع والطلاق هو انفصال. حلو؟ بس المطلقه ليها حقوق الثلاثه اللي قلت حكي عليهم. اللي خلعه ملهاش حقوق، تخسر الحقوق ديت. تخسر النفع، العده والمتعه، وان هي تبقى تاخد المؤخر الصداق. مؤخر الصداق. يعني معنى اصح كل الحقوق الخاصه بها هي شخصيا. لكن حقوق الاطفال طبعا دي موضوع تاني. ولكن ما بتخسرش قايمه المنقولات. لان قايمه المنقولات ديت بيستلمها الزوج على سبيل الامانه. فسواء في علاقة زوجية، يعني خلي بالك ممكن الزوجة ترفع قائمة المنقولات أثناء علاقة الزوجية، لأن ممكن الزوج يبددها. يعني ممكن ترجع البيت ما تلاقيش العفش بتاعها. معلش يا أستاذنا، أثناء العلاقة، أثناء الزواج، ترفع عليه قضية تبديد المنقولات الزوجية واحنا متجوزين. زوجة دخلت البيت ما لقيتش العفش بتاعها. فين العفش يا عم؟ العفش مش موجود، أنا بعته. يعني. أنا كان عليا صال أمانة والناس جم خدوه وشالوه. كويس. ليها تتقبل او لا تتقبل؟ خدت بال حضرتك؟ يبقى النهارده الزوجه او الست المطلقه ليها الثلاث حقوق دول، بجانب قايمه المنقولات، بجانب حقوق تانية بقى متعلقه بالاطفال. ده معنى احنا عايزين نفصل حقوق الاطفال بحقوق المراه او حقوق الست المطلقه. ده معنى الاطفال دول ليهم بياكلوا الرعايه، صح؟ مش هم بياكلوا النفقه العاديه، المأكل والمشرب والملبس والحاجات دي كلها، صح؟ تمام. الاستاذه قالت عليها. طيب الاطفال دول بيدرسوا، التعليم طبعا، يبقى ليهم نفقه دراسيه، مصاريف دراسيه. تمام. الاطفال دول بيتعالجوا، ممكن واحد يتعرض لاي حاجه طبعا، يبقى ليه نفقه علاج او مصاريف علاج. خدت بال حضرتك؟ تمام. في بعض الاحيان في زوجه بترفع اجر مسكن واجر حضانه، لو ما تمكنتش من منزل الزوجيه تقدر ترفع اجر مسكن. بمعنى لو النهارده زوج، احيانا في ازواج بيتلاعبوا او بيخلقوا، بيبيع الشقه، في بيبيع الشقه، شقه ايجار مثلا من الاساس، وانتهى الايجار بتاعها للاسف. خدت بالك؟ فبتطلب هو طبعا مجالات التلاعب دي ما اكثرها للاسف، يعني بتطلب اجر مسكن وبتاخد اجر المسكن ديت، بنقولها ان ضمن حقوقها يعني. بس دي بالنسبه للمطلقه. احنا قلنا المتزوجه بتاخد نفقتها الزوجيه عاديه ما دام هي على ذمته، ومن حقها تسكن في منزل الزوجيه، ومن حقها تاخد نفقه الاطفال. طب لازم هو يسدد المصاريف الدراسيه بتاعه الاولاد. طب المصاريف الدراسيه دي، يعني بنسمع مثلا ان يجي الزوج يقول لا انا مش، الابن مثلا بقاله سنوات في مدرسه خاصه او مدرسه يعني ليها مصاريف عاليه، يرجع الزوج ينتهز فرصه مثلا ان هو اللي في امكانه كواصي على الابناء ويروح يحولهم مدرسه مثلا اقل في المستوى طبعًا. او طبعا. طيب يعني الزوجه تتصرف ازاي في الوضع ده؟ هو القانون يعني. القانون حمى الاطفال؟ لا، لان دي من حقوق الطفل قبل ما يكون حقوق الزوجه او الزوج، بان هي تستصدر حاجه اسمها ولايه تعليميه، بتقيم دعوه ولايه تعليميه. الولايه التعليميه بتروح للام، من حقها هي اللي تسحب الورق او تقدمه، وبيمتنع الزوج عن تقديم اي يعني ما يقدرش يسحب ملف الولد من المدرسه دي ويقدمله في مدرسه تانية. طيب ماشي، ما هو انا برضو النهارده مش قادر ان انا ادخله مدرسه برقم كبير، خلاص. ما هو يعني بص، احنا هنتكلم من ناحيه الزوج والزوجه. النهارده الزوجه بتقول او المطلقه بعد ما اتطلقت بتقول لك، هو انا كان معيشني النهارده ومدخل الاولاد مدرسه ب 30,000 جنيه. ما هو انت كنت بتشتغلي وبتصرفي معايا على البيت. لا، هي جزئيه ثانيه اقولها لك من ناحيه الزوج، انا اقولها لك من ناحيه ان انا
زوج او من ناحيه ان انا اب هيوصلها لحضرتك من او من من فعلي او من قعداتي مع الموكلين او من وجهه النظر الثانيه المعاكسه هوضحها لحضرتك. هي النهارده الام بتقول ان انا موديه ولدي ابني ب 30,000 جنيه المدرسه. تمام. حصل انفصال. تمام؟ الزوجه اول حاجه بتعملها ايه؟ احنا هنقتل الزوج ده ازاي؟ احنا المطلقه بقى هنذبحه ازاي؟ هنذبحه. فتلاقي جريت على المحاكم رفعت عليه نفقه عده ونفقه متعه ومؤخر صداقه 15 قضيه. ورفعت عليه تبديد عشان تحبسه ورفعت اجر مسكن واجر حضانه وراحت رفعت ولايه تعليميه ومصاريف اطفال ومصاريف علاج وراحت بيضربوا دلوقتي مصاريف العلاج يعني 100,000 جنيه مصاريف علاج نرفعها على الزوج. فلقى الزوج فجاه كده لقى عليه 200,000 جنيه. خدت بالك؟ كويس. طيب هو عنده عيلين كل واحد 30,000 جنيه في المدارس هيعمل ايه؟ واحده مش عايزه ترحم عيالها اصلا وعايزه تحبس الراجل هيعمل ايه؟ الراجل ده مضطر يقلل مع نفسه النفقه شويه. حلو؟ خلي بالك ما حدش بيبقى فاهم الكلام ده، المجتمع بقى يقول ايه؟ هقول لك برضه راي وراي اخر. تمام. شفت مودي ولاده فين؟ شفت عامل ايه؟ نزل عياله من المدرسه. طب ما تشوف الست يعني عملت ايه؟ ما انا هوضح لك الجزئيه بتاعت الراجل عشان نكون واقعيين. في ساعات بيبقى في العكس تماما، بيكون الاب عنده مقدره ماديه وبدني انت مش عايزاني بقى اشربي زي ما بيقولوا. مش هيبقى عندي مقدره ماديه وابخل على اولادي. انا مش هبخل على اولادي والله. لا انا شفت في المجتمع، لا كل الحالات موجوده. شفت زي ما حضرتك بتقول كده، ساعات بتبقى الزوجه هي فعلا المتعنته وساعات بيبقى الراجل هو المتعنت. نسبة 80% التعنت بيبقى من الزوجه في الحالات دي. انا بيجي لي شخصيه ان واحده ست على صرف عاديه تقول لي انا عايز اعذبها. انا عايز اعذبها. يبقى اكيد عذبها بقى، اكيد عذبها عشان كده عايزه تنتقم منه. لا لا خالص. الحاله الثانيه ان الزوج ده النهارده الراجل اللي اتطلق معاه فلوس او يعني عنده كفايه اللي تقدر تمشيه ويطلق يقعد عازب. لا عايز يتجوز بيت يبقى عنده حياه ثانيه. تمام. فهي موازنه عام ايرادات وايه ومصروفات. انت اضرب الكلمه دي حضرتك يعني تمام. فانا النهارده بشوف اللي طالع هنا واللي جاي لي واللي هقدر اظبطه في البيت الجديد. هل النهارده انا بضحي بالاولاد؟ ما هو مستحيل يضحي باولاده. طيب. لا حضرتك معلش يا استاذ تامر برضه ما تقولش مستحيل. احنا بنشوف حالات في المجتمع في الاخر ولادي ما بيبقاش عارف ولاده اصلا بقوا في سنه كام ولا عندهم كام سنه، ممكن يكون نسي اسمائهم اصلا. فيعني بلاش برضه ان احنا نبقى ايه في نسبه 20% بنتكلم بناحيه عاطفيه. طبيعي. اه طبعا احنا كبشر طبيعي ان احنا يعني مش مستحيل الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده ان يبقى كل الرجاله بالمنظر ده. يعني اكيد ان انا طلقت مراتي خلاص يبقى انا عيالي دول اعدائي. لا مش اعدائي، بس هو بيعتبر ان هم اصبحوا حاجه او يعني يخصوها هي باعتبار ايه؟ حضرتك ايه في الاب اللي بيرفع رؤيه وما بيتمكنش من الاولاد والام ما بتودوش الاولاد في حين ان هو بيدفع نفقات؟ لا طبعا انا ما بقولش، هو انا بقول ان ده صح ده غلط يعني عايز اقول بس عندنا برضو اباء ممكن يبقى عنده رؤيه وعنده والزوجه سايباه لو انت عايز تشوف اولادك وهو ما بيشوفهمش يعني مش شرط. بس دور حضرتك الدكتور استاذ تامر بقول لك طب ايه راي حضراتكم النهارده لو في اب ما بيدفعش نفقات ممتنع عن سداد النفقات بيقعد سنتين ثلاثه ما حدش يعرف هو فين اصلا وعايز يشوف اولاده كويس. لو فرضنا يعني الام هنا توافق ولا ما توافقش؟ توافق علشان الصحه النفسيه للابن مش عشان الاب. يعني الام مفروض سواء الام او الاب بقى لو هو بيدفع نفقات يبقى في قهر الاب ولا لا؟ لا طبعا قهر انه ما يشوفش اولاده ده. انت خدت بالك؟ وتبقى على فكره هنا الام مش بتظلم زوجها السابق او طالقها، لا هنا الام بتظلم اولادها. ومن حقهم يشعروا بابوهم بحنانه باهتمامه بوجوده ليه في حياتهم. فهنا يعني لو بنتكلم اصل حضرتك احنا في فرق بين المنطق والطبيعي يعني واللي بيسود في المجتمع او اللي احنا بنشوفه في المجتمع. طبعا اكيد اكيد المفروض الطبيعي ان الاب والام بيحبوا اولادهم وي حضرتك في حته ثانيه لا بس احنا حضرتك في الاساس بنتكلم عن حقوق المراه. انا شايفه ان احنا بنتكلم بس عن حقوق الرجل والله. الراجل مظلوم والله ما بقاش في حقوق المراه ده احنا اللي عايزين حقوق الرجل. لا يعني هو لو الرجل جه للمراه حتى وقال لها انا هننفصل نفترض حتى ان هو قراره هو انا اعتقد ان الراجل مظلوم. ادي حقوقك اهي واحد الراجل ما بينفصلش احنا عارفين ليه بقى في المجتمع المصري. هنسال حضرتك سؤال الحل النهائي للمشكله دي بتاعت الخلافات الزوجيه ايه؟
بس يا ريت في عجاله سريعه بس علشان احنا فاضل لنا تقريبا دقيقتين وننهي الحلقه. مش قول النهائي يعني. مش الحل النهائي ده، هو الحل محاوله في طريق الحل. يعني بصفه ان هو مبدئيا اي خلاف بيبقى حوالين موضوع في الدنيا، اي خلاف حوالين موضوع، لو انا اب وام او انا زوج وزوجه حطينا الموضوع في عجاله نار، حطينا الموضوع قصادنا وحاولنا نحل المشكله وقعدنا مع بعض من غير ما نعلي صوتنا من غير ما نقل ادبنا، تفهمنا بعض، التفاهم التفاهم وحل المشكله، حطينا نقط عريضه نمشي عليها صدقني. طيب. معلش اعزائي المشاهدين، احنا هنكمل الحلقه الجايه في نفس الموضوع عشان موضوع كبير جدا جدا ولسه عندنا كلام كتير قوي ما خلصناهوش، ونلقاكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير. شكرا يا استاذ عبير، شكرا يا استاذ، شكرا يا استاذ، شرفت بكم، شكرا، سلام عليكم.